السلام عليكم. مرحبا بكم خالتي خواتاتي، اهلا بكم، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير، كي راكم؟ واش راكم؟ نعيمة سلام، واش راكي؟ أهلا حبيبتي، وعليكم السلام، لاباس الحمد لله، السلام عليكم انتوما. أهلا حبيبي حبيباتي، مرحبا بكم في داركم في قناتكم. جيجي أهلا سلام، واش راكم؟ يوميات جزائرية في إسبانيا، أهلا أختي، أهلا ومرحبا بسكان إسبانيا، مرحبا بكم، أهلين. صلوا على محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شراكم خالتي، بشحالكم؟ نستناوكم برك تتلموا شوية، تعيطوا لبعضاكم ومن بعد نبداو. طلعوا طلعوا خاوتي طلعوا، وما تنساوش برك بارطاجيو اللايف هكذا باش ما يتكوكعناش. ما راناش ملاح، قالوا رايحين يغلقوا. يا حبيبتي شكون قال لك الله يغلق عليها؟ بيبان الخير اللي قال لك. نو 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 حبيبتي نو، ما كاش منها، ما تقدر ما تتقلقيش، كوني مليحه ان شاء الله ما راحش يغلقوا. سليم ساو جو بلي سافوار سي بون اوفرير لا توتاليتي بيانتو ان شاء الله، بيانتو بيانتو اخي. بون ها نبداو على بركه الله، وما تنساوش برك انا نهضر نتوما لي جيم ولي بارطاج، ربي يخليكم. هذا واش نطلب منكم، واسمعوني مليح واش رايح نقول، واش راح نقول لكم. كاينين اخبار مليحه ان شاء الله، اخبار مفرحه للجميع، لا غلق لهم يحزنون ولو. جيجي عايشك، ما راناش راحين نهضروا على المسابقه اليوم، اذا كفانا الوقت نهضروا عليها في الاخير. عندنا يعني عندنا اخبار مهمه من المسابقه، نعطيوها لخاوتنا اللي راهم محيرين وراهم. سي فري كو سيتي اوفرون ديسمبر. نعيمه اهلا يا اختي نعيمه، راح نبارطاجي. شكرا حبيبتي، شكرا. والله البارح انا ندافع عليكم يا الجاليه الجزائريه في اسبانيا، ما سمعتينيش، كنت ندافع عليكم. لازم ندافعوا على خيالنا في فرنسا وفي اسبانيا وفي كل البلدان في العالم كله، ندافعوا عليهم ونوصلوا لهم المعلومه بحول الله بالشيء اللي قدرنا، ونعملوا المستحيل باش نجيبوا لكم معلومه صحيحه، والمعلومه ان شاء الله كما يقولوا المعلومه الرسميه. فوالا اول حاجه راح نهضر لكم على لايغوبور تاع باري، لي دو زايغوبور تاع باري تاع اورلي تاع شارل دوغول، راه عندهم اضطرابات، عندهم ان بتي غريف راهم دايرينها اليوم. اليوم رانا لو 16 يا خي، فوالا اليوم لو 16 نوفمبر عند اضطرابات في المطارين تاع باريس، وكاين شويه تعطيل، يعني ما يكونش انيلاسيون لي فول، لي فول يكونوا في وقتهم، بالك يديروا شويه الغوتار، مي يكون شويه الضغط على لي تيرمينو لي باساج سيكوريتي لي باساج روتي. كادر كمال سلام مسار، اهلا اخي، وعليكم السلام ورحمه الله. حوريه حوريه السلام عليكم، اهلا يا حبيبتي يا وجه الخير، نتوما اللي وجه الخير عليا ولا غير نتوما؟ الله يخلينا ديما ان شاء الله نجيبو في الخير، خليونا ديما وجوهنا وجوه الخير. واش راح نزيد انا اكثر من هذا؟ الله يبارك، هادو لي كومونتير تاعكم، وهادو لي كومبليمون، وهذا المدح، واش راح نزيد اكثر من هذا؟ نحوس غير الحب تاعكم، ما نحوس حتى على حاجه، ليسونس انا نحوس نكسب قلوبكم، هذا ما كان بالمصداقيه طبعا. فوالا اخواني اخواتي، هذه اول نقطه اللي راحين نهضروا عليها على المطارات. سي بون، اللي عندهم رحلات اليوم ولا لا فامي تاعهم، لكن عندكم لا فامي تاعكم عندهم رحلات اليوم على باري، قولوا ما يتقلقوش، الرحلات مش راحين يتانيلو، وانما راح يكون شويه اضطراب وشويه تعطيل وشويه غوتار، هذا ما كان، ما يكون غير خير ان شاء الله خاوتي. فوالا نروحوا للمعلومه الرسميه، المعلومه الجديده اللي راح تفرحكم.
أعلنت الحكومة يعني من أخبار رسمية، يعني بلغنا هذا الخبر موثوق منه، أن الخطوط الجوية الجزائرية راح تضيف رحلات جوية معتبرة انطلاقا من أول شهر جانفي 2022 إن شاء الله. هذا نحو الفتح الكلي، مادام اللي راهم يقولوا لكم رايحين يغلقوا ورايحين، ما عنباليش انا واش، ما تسمعوا لهمش. خير راني درت لكم قداش الفيديو وحكيت لكم، قلت لكم ما تسمعوش لهذوك اللي ظلوا الصفحات اللي ظلوا همهم الوحيد هما يديروا الهول ويديروا التخويف. ما رايحش يغلقوا بربي ان شاء الله، رايحين يتعاملوا مع الفيروس كيما كل الدول. فوالا، قلت لكم الرحلات الجويه اللي راح تضيفها الخطوط الجويه الجزائرية، هذا خبر مؤكد وخبر رسمي، راح تضيفها رحلة يومية من مدينة ليون إلى الجزائر العاصمة، رحلة كل يوم يعني تتلسمة، كل يوم عندهم رحلة من ليون لألجي، وعندهم رحلة أسبوعية ثاني من ليون إلى وهران، ورحلة أسبوعية من ليون إلى قسنطينة، ونفس البروغرام نفس البروغرام هذا ديروا من مارسيليا اوسي، يعني رحله يوميه من مارسيليا الجزائر. صحاب مارسيليا اذا اللي سقسيو فيا يقولوا لي كيفاش مارسي كامل عندهم بزاف الجاليه وما ما زادوا لهمش في الرحلات. راح دوك نقرا تعليقاتكم، نكمل لكم برك ونقرا تعليقاتكم. اسمحوا لي يا خياني، مش راح نفوتكم، دوك نرجع لهم كامل ونقراهم ونجيبكم على الاسئله. راح تكون رحلة يومية من مطار مارسيليا إلى الجزائر العاصمة، مطار هو ريبوميديان، رحلة أسبوعية من مارسيليا إلى وهران، ورحلة أسبوعية من مارسيليا إلى قسنطينة، مع إضافة رحلة يومية من باريس إلى قسنطينة. يعني راح يزيدوا هذه الرحلات اللي راهم عندنا من باريس، وراح يزيدوا لكم ديجا رحلة يومية من باريس، وإضافة رحلة يومية من باريس وهران، ورحلة يومية من باريس عنابة. يعني تاع عنابة بزاف كانوا يسقسوني على عنابة، الحمد لله يا ربي حين يفتحوا لكم لايغوبوغ تاع عنابة، هذا فال مليح وفال خير. أما بالنسبة للعواصم الأوروبية الأخرى يعني والعواصم الأخرى، مازال ما كاش جديد عليها، ما سمعناش عليها جديد، كي يكون إن شاء الله أكيد رايحين نخبروكم. وهذه الرحلات اللي ذكرتهم لكم راهم أحسبوهم بزاف على بالكم، هذه الرحلات كامل رايحين يعملوا بالمثل، يعني الخطوط الجوية الفرنسية سواء ترانزافيا ولا اسل ولا اير فرانس، راحين يعملوا بالمثل، رايحين يديو تاني نفس الرحلات هذو اللي ضافتهم الخطوط الجويه الجزائريه، اكيد حتى يتحصلوا على لوتوريزاسيون بيان سور، مي ابتداء من شهر جانفي ان شاء الله يكونوا هذه الرحلات. فوالا، هاني انليكم خاوتي، ونزيدو نشوف البرك تعليقات تاعكم. Je vous remercie ma fille. والله توب، والله تستاهلي كل خير، بون كوراج اي بون شانس. الله يخليك يا بابا دحدوح، ولا اخ ولا امي دحدوح، عقيله ولا عقيله، ربي يخليك حبيبتي، ربي يفرحك اختي كيما فرحتيني، الله يفرحكم كاملي. تولوز ريان، تولوز يا اخي تولوز، والله مازال يا اخي ما هدروش عليها، نورمالمون راهي في البرنامج كيما قلت لكم وقت فات، راحين يزيدوا تولوز، مي مازال ما هدروش عليها. صاحبتي راهي في بلاد وراحت عند خطوط الجزائريه، ما كانش تذاكر من الجزائر الى اسبانيا. وعلاه ما كانش تذاكر؟ يعني ما كانش بلاصه ولا نا؟ تحاول معاهم برك، تحاول معاهم سينو تحكم مع فيولينغ، مع فيولينغ ولا اللي تروح لاسبانيا. فهمتيني حبيبتي؟ يومية جزائرية في اسبانيا، تحاول معاهم برك، تحاول معاهم صوب تليفون ولا تروح لهم لاجونس، ان شاء الله يكونوا. السلام عليكم اختي الكريمة، هل يوجد اخبار رحلت الى مصر؟ حبي يا اخي محمود، والله مصر والله مازال يا اخي، ماذا بينا، والله ماذا بينا يفتحوا مع الدول كاملين. والله سلام ماسر، اهلا يا اخي.
فوالا هذا هو الخبر يعني المليح اللي جبته لكم اليوم، ان شاء الله يعجبكم. اي فوالا هكذا هذا في سيتيف سيكون سيتيف نورمالمون نورمالمون رايحين يفتحوها سيتيف، بصح مازال ما هدروش عليها. في المستقبل ان شاء الله رايحين يفتحوا بيان سور. كما وزير النقل البارح كان عنده اجتماع مع لي كادر تاع الوزاره وتاع كلش على الموانئ وعلى كلش، يعني هو بدور ومشجع للفتح الكلي. السيد بقاطوسي ثاني مشجع الفتح الكلي وديما يطالب وديما يدافع على الجويه الجزائريه، نشكره. ملي بدا هذا الوباء وهو يهدر على الحدود ويقول لهم زيدوا الحدود، قال لهم باللي الفيروس راهو في الجزائر، راهو معانا مش مستورد، يعني مش الجاليه هي اللي راح تجيب لنا الفيروس، راهو كاين ديجا في الجزائر. فوالا اخواني خواتي، راهم الناس الكل راهم يهدروا على الفتح الكلي، وما تامنوهمش هذوك الناس اللي راهم يهدروا ويكذبوا عليكم يقولوا لكم رايحين يغلقوا الحدود. مستحيل الحدود تغلق. الحدود البريه قال لك الوزير قال لهم نشوفوا الحاله الوبائيه، اذا كانت مستقره يعني وما زادتش وقعدت كيما راهي، وبربي ان شاء الله في المستقبل تكون فتح الحدود البريه طبعا مع احترام بروتوكول صحي صارم. فوالا وهذا خاوتي هذا واش راح نقول لكم. اليوم كاين رحلات بزاف من باغي للجزائر، ان شاء الله برك ما يديروا لهمش الغوطار بزاف بارابور لا غريف، باسكو سيرتو الناس الكبار مساكن والناس اللي عندهم الاولاد بون نقول لكم برك لي فول اللي كاينين اليوم. كاينه فول اس ال ايرلاين اويتور من شارل دو غول الجي، كاينه ترانزافيا اورلي الجي بريفي الور نورمالمون ماكاش الغوتار، اير الجيري فرانس اير فرانس من شارل دو غول الجي بريفي الور اوسي، اير الجيري ثاني بريفي الور دو لو فول تاع 13h30، اير الجيري دو الفول تاع 14h30 ثاني بريفي الور نورمالمون ماكاش الغوتار، فير كونستانتين اير الجيري اه 11h19 à 17h25 بريفي الور، لو فول تاع وهران اير الجيري سي à 12h من الايروبور تاع اورلي اورون بريفي الور، يعني ان شاء الله ما يكونش الغوطار كيما راهم حاطينهم في لو سيت تاعهم، ما كانش الغوطار. هذا واش نتمنى، ومعليش يكون الغوطار بدي مينيت ولا كاردور ولا ان دوميير، معليش مي كثر سورتو لي بيرسوناجي اللي عندهم الاولاد لي فام انسانت. فوالا لازم هادو كل ياخذوهم بالعين الاعتبار. فوالا خاتي اسمحوا لي برك نروح لكم لواحد السيت هكا. نجيو نهضروا على الانتخابات في فرنسا، اسمحوا لي نلقاها. طلعوا لي برك اللايف خالتي خواتاتي من فضلكم. راح نحكي لكم جيروسي اير ان كومونتير، ماشي اياه سماتا، على صباحات ربي فتحت تليفوني نلقى كومونتير واحد لا فيديو درتو، وجاني واحد الكومونتير على بالكم باللي صدمني، والله غير صدمني، قلت سبحان الله يا ربي، يعني كاينين الناس المستوى تاعهم كيما هكذا، ما فهمتش انا على، يعني من اخ شاف الفيديو تاعي ومن بعد رضوان كوكو ما سيرج بيان جوست دونتري ا لا ميزون سو لا بلوي، من راهي لا بلوي عندكم، مرحبا بك يا اخي. قلت لكم واحد الكومونتير قال لي الموجه الرابعه ان شاء الله تديك
وتدي الحكومة تاعك. يا لطيف، قلت انا سبحان الله، هذا الانسان انا واش بيني وبينه حتى يدعي عليا كيما هكذا على صفحة ربي؟ يا لطيف، يعني شوفوا الناس وين وصلت بيهم الحماقة، وين وصلت بيهم الحقد، وين وصل بيهم يعني المرض النفسي. انا هذا الانسان سميه مريض نفسيا، يعني بالتالي انا واحده ما نعرفها ما تعرفني، شفت غير فيديو تاعها، ندعي عليها نقول لها الموجه الرابعه تديك وتدي الحكومه تاعك. وعلاش يا اخي؟ لكن راك تشوف اللايف تاعي ما عجبتكش اللاشين تاعي، تخرج منها، وهذا مكان يا اخي. ما تسبني، ما نسبك، ما ت... وقيل راه حاسبك بنت تبون تبون بنت تبون وما عندهاش حتى قرار. سبحان الله العلي العظيم. والله ما سير اسكي يا دي فول دو مارساي فيغ الجي بور لو مومون. يخي عندكم دو فول مارساي الجي، مي باغ كونتخ ا بارتيغ دو لو موا دو جونفي ان شاء الله رايحين يكون عندكم رحلات تولي جوغ، يكون عندكم الالجي تولي جوغ، واسبوعيا راح يكون عندكم الوهران، واسبوعيا القسنطينه. هذا هو البروغرام تاع جونفي بحول الله، ان شاء الله برك نعيشوا من جونفي. راح تتفتح، راهم يفتحوا بالتدريج، ما كمش يعني فوزافي با روماركي باللي راهم يفتحوا بالتدريج. لازم تفهموا يا خالتي، الفتح الكلي ما يكونش في نهار واحد، مستحيل. توا دخلت، واش كاين جديد؟ اهلا كريمه. كاينين لي فول اير الجيري من ليون، من مارسي، ومن باري. هذا هو جديد تاع اليوم، ولا غريف تاع لي زايغوبور تاع باري، هذا هو جديد حبيبتي. الخطوط البريه راهي في راهي جايه، ما تخميش راني على راني حفظت كم دكا، كل واحد علاش يحوس. جزائري أنا جزائرية بفرنسا. دو فول سي كون كال جور؟ وقيلة يا اختي انا في راسي و اغ الجيري جو بونس ساندي، نظن ساندي. وفيولي والله ما نكذب عليك يا حبيبتي، سقسي برك تلقايهم، ولا دخلي للسيت تاع لايغوبور تلقايهم. راكي تهدري غير على خالتي فرنسا. وانا يا حبيبتي على انا جابولي المعلومه هذه تاع فرنسا راني عطيتها لكم، ان شاء الله ماذا بيا انا كل يوم نفرح اجيها، كل يوم نجيب لكم معلومات على اسبانيا، على مصر، على الامارات، على بريطانيا. انا ماذا بيا نفرحكم كاملين. انا مش راني نخدم هنا مع فرنسا، ولا راني نخدم مع الجاليه تاع فرنسا، انا هنا نخدم الجاليه تاع العالم كامل يا اخواني. كي نلقى معلومه على اسبانيا نحطها لكم، ما كان حتى مشكل. البارح كي وجعني قلبي على تاع الاسبانيين وجعني قلبي، يا اخي قلت لكم الجاليه الفرق الجاليه اللي موجوده في فرنسا خليو البلاصه، ما تروحوش على اسبانيا في الباتو. نتوما عندكم دو باتو، روحوا في اللي باتو تاع فرنسا، وخليو اللي باتو تاع اسبانيا يروحوا فيهم ناس اسبانيا، باسكو الاسبانيا الاسبان ما عندهمش لي فول بزاف. يا اخي البارح كنت ندافع عليكم، يعني كنت ولي لللايف تاعي كنت تلقاني وش هدرت يا اخي. قال لك اللي ما عنده شاهد كاذب، واللي راكم معايا درك كنتوا حاضرين معايا كي كنت نهدر، جاوبوها، جاوبوا اختنا هذه تاع اسبانيا. والله يا حبيبتي ما عندي حتى جهويه، انا كيما يقولوا انا اختكم جزائريه، اختكم خالتي اللي في اسبانيا، خالتي في ايطاليا، وخالتي في بلجيكا، وخالتي في مصر، وفي بريطانيا، وفي كل جهه، في كل العالم، في امريكا، والله غير كامل راهم يشوفوا القناه تاعي. والله ونشكركم بزاف بزاف يعني على الدعم تاعكم، وعلى الاحترام، وعلى كل شيء نشكركم، حتى على المشاهده اللي راكم تشاهدوا في لي فيديو تاعي، نشكركم بزاف بزاف. هذه هي حبيبتي، ان شاء الله ما يكون غير خير، ما تيأسوش برك حبيبي. رضوان ابو تخبلاص، جو ريبرون ا سي شير ميسيو. Les neurones, les camps, ils sont partout. Et beaucoup, ma soeur, prenez un beau café chaud, mais sans sucre. Ou là, on va essayer, le bec est à faire droit. On va essayer de boire sans sucre. On va boire sans sucre des fois, yani, mais si, surtout le café de l'après-midi, la plupart, on va boire sans sucre. Mais sucre, mais c'est mieux.
بصح طون زون طون ما تفوتش، سيرتو تاع الماتا ما تفوتش سان سكر ولا ما تفوت بالدراع، غير كان كليت معاه حبه جاتو ولا هذيك راهي تفوت. مي لابخي ميدي نورمال تفوت سان سكر. نو نقول لك شنو يعني غابتني عمري، شوف اخي رضوان غابتني عمري برك، قلت شوف انا يعني راني نتعب وتعبكم راحه، مش راني نشكي لكم ولا يعني، من جانب هذا التعليق برك اللي جاني على صباحات ربي سبحان الله، يعني الناس كيفاش تحب تجرح الناس. انا ما نقدرش نجرح انسان كيما هكذا، سواء نعرفه ولا ما نعرفوش، حقه تديك الكورونا الموجه الرابعه تديك وتدي تبون، وعلاش يا اخي واش درت لك؟ جيت سرقتك، جيت هجمت عليك في دارك، جيت خيراني في داري وراني نمد في المعلومه للناس اللي تحبني انا. انا ما سيفت حتى على واحد، قلت له ادخل القناه تاعي وشوفني ولا دي المعلومه، انا ما نضغط حتى على واحد، براحتكم حبيتوا تتفرجوا يا خاوتي مرحبا بكم اهلا على العين والراس، ما حبيتوش القنوات بزاف كاينه، هذا ما كان واحد ما يسيف على واحد وواحد، وعلاه ندعي انا ما عجبت ما عجبنيش لا فيديو. انا صعيب صعيب دي فوا واحد يدخل يشوف انشال ما تعجبوش لا فيديو يخرج، انا وحده من نفسي تصالي نخرج، بصح علاه نجرح الناس؟ واش دارها لي انا؟ ما فهمتش انا، بالنسبه لي هذا انسان مريض نفسي يعني، هذا ما هذا واش جا في بالي، هذا واش الاستنتاج اللي استنتجته، هذه هي. وغاضني الحال بزاف يعني، يجيك من وليد بلادك، هذا هو المشكل. كون جاني من واحد اتخونجي والله ما يغيظني الحال، واحد وليد بلادك تي تتعبي وتحوسي وتجيبي في المعلومه وتتاكدي منها وتحطيها، ومن بعد يجي واحد اخر مطاف دغيغ ليكرون، متدرج دغيغ ليكرون، وداير ما عنباليش انا لا فوتو تاعو دايرها كلب حشاكم ولا قط ولا ما عنباليش واش داير، ويجي يقول لي تديك الكورونا ولا تديك الموجه الرابعه. لا يا اخي الموت كي تعود جايتني انا مرحبا بها، لا اله الا محمد رسول الله، مش حتى تستناك حتى تدعي عليا. بون هذه جيست بين قوسين مزيه غير واحد يعني، ما ديجا دوك نبلوكي ديراكتومون ما يزيدش يشوف القناه نهائيا، هكذا يروح في القناه واحده اخرى يزيد يدعي على الاخرين باش يدي الدعاوي تاع الناس كاملين، حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم نحبك نموت عليك، الحمد لله يا ربي. انا على جال الناس هادو، على جالكم نتوما اللي تحبوني واللي نحبكم انا تاني، اللي راني نخدم، اللي راني نجيب في المعلومات، راني نتعب، راني نحوس، راني اما القرايه راني خدامه، ما عنديش حتى ساعه من اللي دخلت للدار، ما عنديش حتى ساعه من اللي دخلت للدار، غير فطرت برك وقلت انا ندير لكم لايف، لقيت المعلومات هذه جديده، زعما نديرها لكم البارح، سمعتها البارح، زعما نحطها لكم البارح، وما كفانيش الوقت، وقلت انا ولا نفتح لايف مع خاوتي خواتاتي. ممكن راكم سمعتوها في قنوات واحد اخرين ولا سمعتوها من جوي واحده اخرى، كاين اللي مازال ما سمعش، ماذا بينا حنايا الجاليه تاعنا تسمع كامل، انا نبارطاجي معاكم وانتم تبارطاجيو مع احبابكم ثاني والناس اللي تحبوها والناس اللي تعرفوها ما تستاهل المعلومات. هذه هي خالتي، حول ولا قوه الا بالله. بالمناسبه نقول لكم باللي المباراه تاع الجزائر وبوركينا فاسو اللي راح تلعب اليوم 10 نطلب منكم برك تشجعوهم وتدعيوا لهم ان شاء الله يكونوا من الفائزين، راهم فرحانين بزاف، حنا ثاني رانا فرحانين بزاف بزاف، خاصه اللي فناك محاربي الصحراء اخي، الاغلبيه تاعهم الجاليه الجزائريه، ربي ان شاء الله ينصرهم وربي يحفظهم ان شاء الله، ويحفظ المدرب تاعهم السيليكسيونير بالماضي، ربي يحفظه ان شاء الله، اللي راهو مشرف الجزائر يعني، هو بالفريق تاعو راه مشرفين الجزائر، ندعيو من ربي ان شاء الله، ربي ان شاء الله يفوزوا وخلاص. هذا ما كان خالتي،
والله ربي يعلم قداش نحبك اي مرسي بوكو بور دي انسينمون. ربي يخليك حبيبتي عاقله، ربي يخليك، والله ربي يخليك، والحب متبادل، والله الحب متبادل. عاجل البشرى الى سكاشا فتح خط الشرق من مارسيليا الى عنابه، وذلك ابتداء من اول ديسمبر. والله يا اختي منين جبتي لنا هذا الاخبار يا اخي ولا اختي ولا قولي لنا ماذا بينا، انا راني ما شفتش الاخبار اليوم نقول لك لا فيغيتي. منين جبتي لنا هذا الاخبار؟ يعجلها من فمك فين ان شاء الله بوكو ابا، ماذا بينا؟ وهذا الخط اللي فتحوه شي هو الخط، خط بحري ولا خط جوي؟ قول لنا يا اخي يا اخونا يا اخينا كمال. داري في باب انا وين شفت الكومنتار تاع كريمه، داري في باب الزوار قريبه من مطار بومدين، كيف تمشي للجزائر نخطفك من باب الطائره ونضيفك ومن بعد زوري حدايا يا حبيبتي. ربي يخليك والله، ربي حتبكيني تيا من الفرحه. ربي يخليك حبيبتي، ربي يلاقي كل ان شاء الله يروح كل غريب ان شاء الله يروح لبلاده. وشكرا بزاف حتى وما تلاقينيش وحتى وما تخطفينيش كي نجي كيما يقولوا، راني ندير لكم دي فيديو من تما ان شاء الله، ولا كي نوصل كي نجي للجزائر ولا غندير لكم ان شاء الله دي فيديو من تما ونقول لكم بلي راني في الجزائر كش ما تحتاجوا. ميرسي رضوان، ميرسي عبد الله. اختي وقت يفتحوا من ليون قسنطينه؟ ليون قسنطينه رايحين يفتحوا لو 1 جانفي، هذا وين كنت نحكي واقيلا هذا وين لحقت انت يا اخي، رايحين يفتحوا دوبي جانفي ليون قسنطينه، راح تكون رحله اسبوعيه من ليون قسنطينه، وتكون رحله يوميه من ليون الجزائر، وتكون رحله اسبوعيه من ليون وهران. ومارسي ثاني كيما العاده. نزيد نعاود للناس اللي جاوا جدد، هادو اللي دخلوا جدد وما سمعونيش في الاول، ابتداء من لو 1 جانفي راح يزيدوا رحلات، رحله يوميه من مطار مارسيليا الى الجزائر، ورحلة أسبوعية مارسيليا وهران، رحلة أسبوعية مارسيليا قسنطينة، وإضافة رحلة يومية من باريس إلى قسنطينة، ورحلة يومية باريس وهران، ورحلة يومية باريس عنابة. هادو الرحلات الجدد اللي راح نحطهم في المواج جونفي إن شاء الله. بالنسبة لفرنسا برك، هذا واش جاني الخبر، جاني غير تاع فرنسا، ما تلوموش عليا وما تزعفوش يا الجالية اللي موجودة في الدول الأخرى يا إخواني. انا مش في يدي، وانا مش انا اللي راني نخرج في القرارات، انا كي نجيب المعلومه كي تجيني المعلومه نعطيها لكم. ان شاء الله يجيونا معلومات جدد على الدول الاخرين وخيانوا كل، وان شاء الله تدخلوا كامل، وان شاء الله يزيدوا لكم كامل يا خالتي. الاسبان مداروا لكم لي باتو حبيبتي، لكن حابه تروحي في لي باتو ولا كان قدرتي تروحي روحي في الباتو، لكن ما عندكمش بزاف لي فول جو سي، ما كاش بزاف، مين اللي قادر يروح في الباطو يروح في الباطو. ولا غير رحمه ربي برك ما كانش، ولا والناس ما يحمدوش ربي، والتاني نقولوا الحمد لله دوكا، يعني رانا خير من وقت فات، راهم حلوا لي باطو، حلوا لي زافيون، حلوا صح لي بخي راهم غاليين، ما نكذبش عليكم لي بخي راهم غاليين. في انتظار لجنه التحقيق هذه اللي حطوها، ان شاء الله قريب يخرجوا النتيجه، ان شاء الله برك يزربوا يخرجوا النتيجه تاعهم، ورايح يكون تخفيض في الاسعار طبعا، ما يبقاوش كيما هكذا. يا اخي راك هنا اليوم بسكره مازال ما فتحوهاش. ماذا بينا ان شاء الله، علاش في البيت كاينين بزاف البساكره في ليون، ليون في ليون كاين بزاف. ربي سبحانه يقول ماكر الجميل ناكر اتون كر الجميل في اسفل درجه من العذاب، خاطر سبحانه يسخرنا. راح لي الكومنتير تاعك يا حبيبتي. لا خاطر سبحانه يسخرنا ناس يحبونا وياخذوا بخاطرنا، ونكران الجميل الشخص هو في الأصل رفض الجميل أبا على
عبادي هن شخصيات. انتي صبرتيني نورتي، ربي يخليك حبيبتي، ربي يخليك. مناد هذا يقولنا يرحم بابك، ما تجيوش عندنا خطونا، انتم كي تكونوا انتم كي تكونوا مليح ما تفكروش الجزائر، بصح كي تخلع عليكم بالمرض الكورونا والجوع تفكروا وتجري وعندنا الى الجزائر. الجزائر مش تاع باباك، نقول لك حاجه اولا، وثانيا احنا ماناش جيعانين، احنا نجيو نشوفوا اهلنا والجزائر تاعنا وندخلوها كيما نحبوا نشتي، وندخلوها بدراهمنا وما جيناش عندك طلبنا عليك، سمعت؟ اوكي، وتخرج ديريكتومون من هذه لاشين. اوكي، ما تزيدش مره تشوفها. صحيح، سي بون. السلام عليكم، واش اخبار تونس يا حبيبتي؟ تونس ولا هار؟ مازال مازال. ميرسي اختي، ربي يحفظك ويعطيك واش تمنى. الله يكثر خيرك يا اخي، ربي يخليك. عبد الله اخي، شكرا. بارطاجيو لي اللايف، ربي يخليكم، بارطاجيو وديروا لي لي جيم هكذا باش ما يتكوبلناش. ما رايحش نطول معاكم بزاف يا خاوتي. على بالكم بلي كاينه 2000 بوليسي لتامين مباراه الجزائر بوركينا فاسو. سي بيان سي بيان. فوالا، هذه المرشحين الفرنسيين، هذا راح نحكي لكم عليهم شويه. ما رماركيتوش بلي كل المرشحين لانتخابات فرنسا المقبله بلي حطوا الجزائر يعني كوسيله كوسيله كهدف للنجاح في كرسي الإليزي. ما لاحظتوش باللي كامل يهدروا على الجزائر. اختار مرشحو الرئاسيه الفرنسيه الجزائر كموضوع رئيسي لاطلاق حملتهم الانتخابيه والفوز بكرسي الإليزي، انطلقت من تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وردت عليها بلادنا ردا قويا. وحسب ما نشرته جريدة النهار، فإن مرشحو الرئاسية الفرنسية وحديثهم عن الجزائر لم يكن إيجابي أبدا. فبعد سقطة ماكرون تفنن كل واحد منهم في إظهار العداوة على طريقته لنيل رضا الشعب الفرنسي، متناسين مشاكلهم الداخلية. هذا المترشح كومنساتيل، هذا كازافيه بيرتران، مرشح حزب اليمين الفرنسي للرئاسية الفرنسية، إنه في حال فوزه بكرسي الإليزي سيقوم بقطع العلاقات مع الجزائر. من التهنئة منكم. وبحسب ما صرحه كازافي خلال ظهوره في البرنامج المناظرة الكبيرة على القناة الفرنسية أسي، فإن فرنسا لم تعد تحترم من قبل الجزائر. وتابع: سأبني أسوار عملاقة يصل طولها إلى 22 متر، راح يدير السور على البحر، على طول الحدود البحرية لدولتنا من أجل منع دخول الحراقة. وهذاك اللي ما نهضروش، أنا كنصيب ما نسميهوش إيريك زموه، هذاك الأمة الجزائرية لم تكن موجودة قبل الفرنسيين كما راه يقول. وراح احد مرشحو الانتخابات اريك زمور يهاجم الجزائر مؤيدا طرح ايمانويل ماكرون حول عدم وجود امه الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي، وقال ان الجزائريين لا يتحدثون الا عن الاستعمار الفرنسي رغم انهم احتلالهم من طرف اسبانيا والرومان والعثمانيين. هكذا راهم يقولوا، سمى الجزائر جاتهم بين عينيهم. وقال زمور انه اذا اصبح رئيسا لفرنسا فسيمنع تسميه المواليد الجدد اسم محمد. ومارين لوبان اللي دعت هذه الزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا الى حرمان المواطن الجزائري من تأشيرة ووقف تحويلاتهم البنكية، كما ظلت تهضر قلت لهم نحيلهم التأشيرة ونوقف لهم الترانسمون دو فون.
وقالت لوبان إن الجزائر التي تعودت على ضعف القادة الفرنسيين عليها أن تحترم فرنسا، وشددت على ضرورة عدم منح تأشيرات يسمى حكموا علينا قبض على التأشيرات للجزائريين، كما اقترحت مراجعة تصاريح تحويل الأموال التي يرسلها الجزائريون التي تقدر قيمتها ب1.5 مليار أورو سنويا. يعني سبحان الله والله العظيم اشاك فوا يديروا الجزائريين بين عينيهم في الانتخابات، شاك فوا الدبلوماسية الجزائرية تتصدى بحزم إلا تاريخ الجزائر. وقد صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مقابلة أجراها مع أسبوعي دير شبيل ألمانيا أن ما صرح به الرئيس الفرنسي ماكرون خطير جدا، حيث شكك في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. وقال الرئيس تبون لا نقبل المساس بتاريخ شعب ولن نسمح بأن يهان الجزائريين. وأضاف الرئيس تبون بخصوص التصريحات التي كان قد أدلى بها ماكرون بأنه تسبب بضرر كبير في العلاقات بين البلدين. راكم مش راكم فيزافي باغو ماركي البرودة اللي راهي بين فرنسا والجزائر في هذه الآونة الأخيرة، يعني بين العلاقات وبين راه ما غيان ديتو ما كان والو. شوفوا التحركات تاع الرئيس تاع الوزراء وتاع مع الدول الاخرين، مي سوف لا فرانس، سوف لا فرانس ما كان حتى علاقات راهي دركا يعني نشيطه كيما يقولوا. فوالا خاوتي خواني نجي نشوف تعليقاتكم واش راكم تقولوا. اسكو تولوز وسي ان شاء الله يا اخي ان شاء الله. قلت لكم اليوم عندنا بقى ابارتور دو جانفي هاد بس معنا، وبالكي راهين يديروا قبل بالكي يزيدوا قبل، لا والله ما نكذب عليكم. انا المهم البرنامج اللي عندي تاع جانفي هذا اللي راهو عندي اللي قلت لكم قبيل، واللي الحق هذا وين ماذا به يعاود برك اللايف ونشوف. لا 1 2 3 فيفا لا جيري. وي برافو برافو النور يا اخي. سلام اختي مارسي اورون لو 1 جانفي مارسي اورون يا اخي لمسان. بلوك ديريكت ولا جلي بلوكي سي بون. قلت لكم راه كاينين واحد الفئه هكذا نادره يعني غير ممكن يخرج لي واحد هكا ولا بكري نقولوا لا جالوزي من النساء، بصح دوك راهي من الرجاله سبحان الله العلي العظيم. ميرسي اختي نخليك درك رايح ندير لا سيست خدمة على الخمسة. روح يا أخي روح بون سيست والله روح لعب تخدم يا أخي ما كان حتى مشكل. نخدم على الخمسة تاع الصباح تمني نكمل معاك اللايف. ميرسي على المعلومة. روح ارقد يا أخي دير لا سيست تاعك، وتحب تعاودو من بعد اللايف عاودو ما كاش مشكل تقدر تعاودو لا كان ما عندكش الوقت دركا. دحدو حقي بون موا ما في على الإسبان نقدر نحط دوسي تاعي ولا نستنى الدوسي تاع الفيزا يا اختي؟ لكان عادو فاتحين حطيه. ريدا سويس بونجور مدام لو ريست انكور تي ادورابل. ربي يخليك هادو الناس الطيبين هادو الناس اللي نحبهم ربي يخليك يا اخي. ليو عنابه قلت لك يا نوري اخي قلت لك راهي حتى ل 1 جانفي. من فوالا تونس مازالت يا اختي. فوالا اللي عنده سؤال خالتي خواتاتي هاني مزلت معاكم حطوه لي هنايا وانا نجاوب عليه. اليوم بيتنا ما كان حتى خبر يا اخي عبد الكريم والله ما كان حتى خبر. مازال كي يعود الفتح الكلي رايحين اكيد يفتحوا مادام راهم يفتحوا بالتدريج مازال ما فتحوش لي زايغوبور ما يقدروش يفتحوا لي زايغوبور كاملين سورتو دوكا راهو الفيروس راهو يطلع شويه لازم بروتوكول صحي صارم. الله يحفظك بنتي الله يخليك. فهمتوا لازم بروتوكول صارم مش نقولوا كل ما كانش المرض يفتحوا ما كان حتى مشكل. فاطمه مارسي اجي جاتون لا ريبونس. مرسي الجي حبيبتي قلت لك راه لابارتور دوكا عندكم رحله بصح كل سمانه بصح ابارتور لو 1 جانفي ان شاء الله يكون تولي جور مرسي الجي.
فوالا. تي برون با لا تيت افيك سي زامبيسي. عندك الحق والله، دي زامبيسي والله، لي زامبيسي خير منهم والله. الحيوانات سمكاري ما عندهمش عقل. الحيوانات انا عندي واحدة القطة مربيتها اقسم بالله، تقولها عبد. ربي يخليك فاطمة، ربي يخليك. السلام عليكم اختي الكريمة، اخوك شاب من الصحراء الغربية وينت يبدو ألي كانتي وهران، وشكرا جزيلا. وانت يبدو ألي كانتي وهران، راه كاينه يا اخي في الباتو، راهي كاينه تي اي لامي خمسة. ربي يخليك، ربي يخليك ينورك ان شاء الله. والله والله نزيد نحبكم، كي تعودوا تعلقوا لي كيما هكا نزيد الحب تاعي يزيد يكبر اكثر واكثر والله العظيم. كاش نهار واقيلا نعرضكم، نعرفكم في كاش بلاصة كبيرة ونتقهواو كيف واحد دون زان بارك كبير في اليوم. نخليو حتى يسخن الحال، ماشي دركا دركا برد الحال، يسخن الحال ونعرضكم كاملين ونجيو نتقهواو كيف كيف. واش رأيكم؟ أم ندى سلام أختي، راح مرحبا بك حبيبتي. ريبوم يا ريبوم موا ستوبلي، ما في نقدر نحط دوسي تاعي يا اختي. راني قلت لك الا كان راكم فاتحين في الاسباني حطي، ما كان حتى مشكل، لكن مش فاتحين حطي في عنابه. نو سي اونتين جو سوي باختون، جو سوي باختون، مي جي با كومبري. نجي نجري فكرة هايلة ولا غير فكرة، ولا نحب، انا نحب البارتاج والله. نخدمو الكاطو في الدار ولا نشروه، ولا كل واحد يخدم في دارو شوية كاطو وتجيبوه ونتقهواو كيف كيف هكذا. ربي يخليكم ان شاء الله، ربي يخليكم، ربي ان شاء الله يخلي قلوبكم زينه كيما راهي، قعدوا كيما راكم برك ما تتبدلوش، هذا ما كان. والقلب الزين يلقى 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 الناس الزوينه كيما هو والله العظيم. اللي يعود قلبه مليح ما يلاقيها ربي غير بالناس الملاح، هذا ما كان. ليسونسييل الواحد يكون قلبه ماهوش حاقود، ما فيش هذيك الغيره، ما فيش لا جالوزي، ما فيش النميمه، ما فيش هذوك الحوايج اللي راحين مالغري يحبوك الناس في الاول ومن بعد يكتشفوا فيك هذيك الامور، راحين يخليوك وراح تبقى وحدك. نقول لكم لا فيغيتي، مدوم غير الصح، مدوم غير الطيبه، ومدوم غير القلب المليح، والانسان يكون متواضع ويكون طيب ويكون مبتسم في وجه اخيه، يكون هذا. وهذا هو الصفات اللي الاسلام علمها منا، هذو هما وتربينا عليهم من الصغر، يعني من كنا صغار. الحمد لله يا ربي راه فينا هاد الحوايج، الحمد لله والله الحمد لله. ولا زيد لقاني ربي بيكم، على بالكم اللي ندمت ما حليتش قناتي من قبل، يعني انا قناتي عندها غير عام. كان دريت هذا الموند اللي راهو يحبني كيما هكذا وكان حليتها صافي لونطون والله العظيم. والحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله، لقاني ربي بيكم خاوتي وخواتاتي وامهاتي وابائي. قناتي على بالكم راهي فيها، كي نشوف الستاتستيك تاعها نلقى يشوفوا لي فيديو تاعي ا بارتير دو 17 اون جوسكا 65 اون. سبحان الله، يعني شوفوا تو لي زاج، توت لي زاج. الحمد لله يا ربي، كاين بناتي، كاين ابنائي، كاين خواتاتي خالتي، كاين امهاتي ابائي. الحمد لله والله الحمد لله. كاش قدي ما كاش قدي، حقني نخلصكم حقني نخلصكم، ما راكم تشوفوا فيا. والله شفت هذا لو بارك تاع ليون كيما جيت عند ولدي، ربي يخليك لينا ولي يحبك.
شعبي وكيلو ومين الحب مش بالسيف يا حبيبتي، ولا الحب مش بالسيف، الحب هذا يجي من عند ربي. Avec un grand plaisir, je ferai tout le trajet pour vous connaître et les autres aussi. ربي خليك يا رضا، ربي خليك. والله غراني نهضر لكم بصح، انا مش راني غنقول لكم هكذاك، والله تحبوا نعرضكم وتجيو مرحبا بكم. Tu es un vrai star, star couleur. Merci, habibti, merci. Rabbi khalik, habibti. Rabbi khalik. Zahra. Salam alaikum, akhti. Waqti shni shrit tadhakar shahar mai fi baji mukhtar. Wa shukran. Rabbi yahfak wa yarham walidik, insha Allah. Wallah ya habibti, ana thani rani haba nshri fi shahar avril wala fi mai. Bsah ma tetsarish ya habibti, ma tshrish tout suite. انا ثاني راني حابه نروح في الباطو، وحابه نروح في المودا فغيل ولا ماي، بصح ما راهمش يبيعوا فوق لو مومون حبيبتي. زيدي صبري شويه، عامك تسمى من كل يوم المعلومات، يعني تسمى ما تغيبوش برك على القناه، اني كل يوم اي حاجه هما على بالك تعرفوا الحكومه، كل يوم قانون، كل يوم تعليمه، كل يوم حاجه، كل يوم اجتماع، كل يوم يخرجوا لنا حاجه جديده. بونجور vous êtes adorable نوريه مرحبا بك يا حبيبتي الله يسلمك ميرسي بوكو حبيبتي السلام عليكم هذا وين وصلت مرحبا بك يا اخونا اهلا وسهلا سهام مرحبا بك حبيبتي اهلا وسهلا ليبيريا مدريد اجر من فضلك مدريد نو مش مدريد حطوها من شنو مدريد تحكي لي على الباتو ولا تحكي لي الباتو راه عندكم يا اخي في اسبانيا باغ كونتر لي فول ما عندكمش بزاف عندكم غير دو فول تاع فيولينغ ودو الجيري تعيشي وقتاش يفتحوا فيزا سياحيه اسبانيا شوفي ميساجي تعيشي يعني شفتو حبيبتي ولا فيزا سياحيه يا حبيبتي راهم يقولوا مازال يا حبيبتي راهم يقولوا غير رونوفلومون برك ماشي الطلب الاول كيما راهم يقولوا اسكو صح ولا مش صح ولا ما يكذب عليك لافيون تحوس على ليبيريا لافيون والله ما نكذب عليك يا اخي والله ما عندي المعلومه ما نقدرش نكذب عليك مدريد بوغ لو مومون ما هدروش عليها يعني اذا جيتي لبلادك نرحب بك ونعرضك لداري ونطيب لك الشخشوخه تاع الشاويه يا حبيبتي ربي يخليك ربي يخلي لك ايدياتك هادو وان شاء الله تسلمي كي قلتي لي كيما هكذا راني جيت وكليت وكل شيء ربي يخليك وشكرا شكرا شكرا بزاف بزاف يخا علاش نحوس انا هذو لي ميساج زوينين هذو علاش راني نحوس والله كلي راني كليت وشربت وكل شيء والوجوه كل شيء الوجوه الدنيا وما فيها كي تكونوا فرحانين وتكونوا تشوفوا القناه تاعي نتوما فرحانين وما تتقلقوش وتكونوا تشوفوني بحب يعني ويكون الحب متبادل بيناتنا هذاك هو الصح ما يهمش قهوه ولا غدا ولا عشاء هذيك اوتخو شوز فوالا ما بيناتناش حنا غداوات وعشاوات نو حنا بيناتنا الاحترام والقدر والحب وهذا هما اللي نبغيهم انايا انا ما انا انسانه مانيش من النوع هذوك اللي يحب يتعرض ويحب يدير ويحب نو انا كنروح للبلاد ما يعرضني حتى واحد انا ما نحبش نتعرض نحب انا نديبلاسي وحدي ونروح نشوف لا فامي تاعي ما يهمنيش ما نتكلش على الناس يعرضوني وما نحرش الناس نقول لكم لافي غيتي كاين اللي لا غالب عليه كاين اللي نو نروح نقعد معاهم سويعه قهوه وضحكه ولعبه مع بعضنا وحنا مفروقين كل واحد يتفرق المضيف ما يتحرج والضياف ثاني يروحوا فرحانين فوالا هذه هي خالتي دوكا يسمى من الحدود رجعناها دردشه اخت حوريه طمنينا البواخر من اختصاص الاتحاد الاوروبي ليس المهاجرين ما فهمتش
معناها هذه البواخر من اختصاص الاتحاد الأوروبي ليس للمهاجرين؟ لا يا أخي مش المهاجرين. وعلا شكرا بزاف على الجواب بلمزة يا حبيبتي. السلام عليكم، بوزيت فورميدابل حورية دو ميت. أهلا يا حورية، مرحبا بك حبيبتي. ولا كاين بزاف سماوات حورية هنايا، يدرى أنا اللي تسميت عليكم ولا نتوما اللي تسميتوا عليا؟ أنا نشوف بزاف سماوات حورية. مرحبا بكم كاملين خاوتي خواتاتي، راكم على العين والراس، وأي معلومة جديدة رانا هنا إن شاء الله. لا ما نبخلكم حتى معلومة، حتى نعود عيانة ونعود هكاك، كي تعود كاينة معلومة لازمني نحطها، ولو كان افيك يعني ندير لكم تيت فيديو ليش حتى ان دو تخوا مينوت با بليس، معليش المهم نوصل لكم المعلومة. والبنات انسى نهضر على لي فام اللي راهم معايا هنا في اللايف، حطيت لكم في دونزان بوست كاين فيديو تاع ماسك، تعرفوا هاي الوحد الماسك روعه، روحوا شوفوا لا فيديو، شوفوا لهذيك الوصفه هايله، ما فيهاش واقيلا فيها 8 دقائق ولا فيهاش بزاف. اقصد في مصر اسبانيا وقتاش ينقصونا في في البيت. قلت لك ليبيين ان شاء الله راهم يا اخي، قلت لكم راهم في التحقيق، بعد التحقيق ان شاء الله نشوفوا النتيجة، نشوفوا إذا كان راه تحقيق رسمي، تحقيق يعني نقولوا الصح تاع دوك ينقصوا سي سيغ، وإذا كان عادو ما غير يتمسخروا بينا هذيك حاجة أخرى. إن شاء الله إن شاء الله ما يكون غير خاطركم يا حبابي، والله ما يكون غير خاطركم، ما بقاش قد اللي راح، اللي فوتناه فوتنا كثير كثير، وفوتنا بزاف، وفوتنا يعني اوقات اللي كنا الواحد روحو مش مستحملها، نفسه مش مستحملها. بصح اليوم نقولوا الحمد لله، راهي نقص، راه نقص هذا الوباء، راه نحلوا شويه الحدود، راهي الناس تتصل بعضها، كاين اللي راح شاف لاف، كاينين بزاف انا اللي اتصلوا بيا قالوا لي رانا رحنا وجينا والحمد لله، وقعدنا مع لا فامي وشفناهم الحمد لله، ولا غير نفرح انا كي يقولوا لي كيما هكا، وعاوننا ناس الحمد لله يا ربي، كاين اللي قدروا يشرو، كاين اللي قدروا يتحصلوا على التذاكر تاعهم، كاين ومش بالمزيه تاعنا الحمد لله يا ربي، واللي ما راحوش ان شاء الله ان شاء الله يروحوا ثاني، وان شاء الله يسهل لهم ربي. هذا ما كان، ما بقاش من الكثير غير القليل، والله ما بقى من الكثير غير القليل، غير كونوا برك شويه متفائلين وكونوا صابورين شويه. هذا ما كان، هذا واش نقول لكم حبابي، بس كل القلق هذاك ما راح يدير والو، والله ما راح يدير والو، الكونت خايف راح يزيد على العبد. سمعتوني يا حباباتي على بالكم الشتا جا، والبشره تاعنا رايحه من البرد ومن هذيك الصبحات، سيرتو للناس الخدامات واللي خرجوا ولادهم يديهم يقراو، يديهم ليكول، يديهم هكذا، والعشيه يروحوا يجيبوهم، ثم البشره تتاثر من الجو. روحوا ماذا بكم شوفوا هذا الماسك وجربوه، يعني ماسك طبيعي ما فيه حتى ماده كيميائيه، طبيعي خير من اللي كريم اللي تروحي تشريهم ب 50 و 60 يورو، هذيك الصوالح تخدمي في دارك، من الحوايج موجودين في كوزينتك، روحي شوفي وديري الماسك وتبعيه خطوه بخطوه، يعني ساهل، مش مكونين، كاين العسل وكاين ماده اخرى نسيت كيفاش اسمها يا ربي. المهم شوفوا الفيديو دوك تلقاوها، وتلقاوه يتباع في كارفور جو بونس ولا نيمبورتو، كاين بارتو يعني. فوالا فوالا، مزالوا لي 6 مينيت معاكم ونخليكم حباباتي، نكمل معاكم اينا ونروح انا ثاني نقضي صوالحي، واش راح نروح ندير لا سيست وقيله، ولا راح الحال على لا سيست 14 هاي 14 27. فوالا كل اللي عنده سؤال يحطوا لي هكذا نتفرقوا، كل واحد يروح يقضي صوالحو. خاوتي ما نطولش عليكم، نتوما ثاني راهم عندكم صوالحكم، انا بالعاني ندير لكم هذا الوقت على بالكم، نقول اونتر ميدي دو، يعني يكونوا قاعدين، يكونوا كملوا سوالي مش خدامين، يكونوا كملوا صوالحهم،
قبل ما يروحوا يجيبوا ولادهم اللي كول وقبل من هكذا باش نلقاكم قاعدين باش ما نسيفش عليكم، واللي مش قاعد ومش ما عندوش الوقت من بعد يحب يعاود اللايف يعاودو مش مشكلة. نزيد برك نطل طلة خفيفة على لي كومونتير تاعكم، لو كان تشوفي تشوفي كي كنا جايين اعطينا لهم قالوا لنا لازم البي سي ار، وكي وصلنا قالوا لنا اذا دايرين الماكسا ماشي لازم. هذا كي جيتو من الجزائر يا اخي خلاص اللي عود مداير الماكسا ما كان لا البي سي ار، امس قساوني بزاف اللي عود داير الفاكسا وجاي داخل لفرنسا ما كان لا يدير البي سي ار. ما تشقيو روحكم ما تخسروا روحكم، اللي عود مش مفاكسيني وي يدير البي سي ار تاعو. ميتنو يفو تورني لا باج سي بلو كوم افون لا بي كونتيني بيان سور يا اخي بيان سور خويا رضا سي بو بلي بور لسبان لو بي سي ار اي دو 62 زور. وي 62 زور وي لسبان ميم فرنسا 62 زور اوسي. À la prochaine, Inch'Allah, ma soeur, tu es formidable et tu es la meilleure. Reste comme ça. Merci. Merci, Nawar. Il y a Béba. Tu te dis, ma fille, je ne sais pas, elle a dit l'âge de ou elle a dit que معليش يا أخي معليش شكرا. وقتاش ينقصونا من البيان؟ قلت لك نقصونا بالبيان ان شاء الله في اخت حوريات فوالا هذه قريناها فوالا ما كان حتى سؤال. وقيل ان نقفلوا اللايف تاعنا ميم سيوني فاكسيني نو فرنسا ما كي تعود فاكسيني ما تطلبلكش البي سي ار. كي تعود داخل الجزائر وي كي تعود داخل الجزائر لازم دير بي سي ار تاعك ميم راك فاكسيني، باسكو الدول كل وحده والاجراءات الصحيه تاعها ماشي كيف كيف. J'ai dit ma soeur, pas ma fille. Ah, d'accord, d'accord, j'ai compris, c'est bon. Oui, oui, ma soeur, oui, mon frère, il n'y a pas de souci. L'Espagne, vous cliquez 62 heures. Même si on est vacciné. الاسبان ما على باليش الاجراءات تاعها يا اخي، انت دير انت دير بي سي ار تاعك يا اخي وما يهمش. المهم نحكي لك انا على فرنسا، يعني قلت لك ما دومونديش البي سي ار. الجزائر وي قد ما نهضر معاك ما نملش ما نملش منك والله نرتاح لك كوم ان بسيكولوج نموت عليكم كوم لا. الله يخليك ربي يخليك يا حبيبتي ربي يخليك وينورك ويطول عمرك ان شاء الله. avec violing le mois de décembre ma soeur le 9 je dis est-ce que il y a un mois j'ai pris mon billet. والله يا اخي الا كان عندك البي الا كان جبت بخي ان بي لو جودي يعني راه كاين كاين لو فول. انا ما عنديش البرنامج تاع لي فول كاملين يا اخي. رضا ما بوز اي فيني اش تو ليس بون كوراج تغلاسي ربي يكون في العون وميرسي بوكو على الحضور تاعك في اللايف تاعي يا اخي راح ربي يعاونك. انا بروشين ان شاء الله ما سير ان شاء الله الى فيش سانيتير بور رونتري اون الجيري اون لا ريكيبير او لا فيش سانيتير تيلي شارجيها من لو سيت تاع مينيستر دو لا سانتي. اوكي تيلي شارجيها وتمبريميها وتعمرها ما فيها والو، فيها غير الكوردوني تاعك هذا ما فيها ما فيها حد شي غير نون برينون نيميرو تيليفون لادريس وين راك رايح هذا ما كان. اي باتو جو فو دير وي في الباتو تريكيبيريها تاني من لو سيت تاع الجزائر تاع وزارة الصحة الجزائرية تريكيبيريها من ثم تيلي شارجيها تدخل لو سيت تكتب جيست فيش سانيتير تخرج لك قد السخات قدامك وتعمرها تيلي شارجيها وتمبريميها ومن بعد تعمرها. الله يفرح ميرسي حبيبتي وميرسي بوغ لو كافي اي الجاتو. نشكركم بزاف خاوتي خواتاتي وشكرا بزاف 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 ميرسي على كل كلمه قلتوها وعلى كل بصمه حطيتوها على كل بارتاج درتوه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر بحول الله.
Attends, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. واش ديري اخي؟ حاولي صبرك تلقى. ربي يحفظك وشكرا على كل المعلومات. شكرا شكرا زهرة حبيبتي. بون فان دابخي. ميرسي مرسى. ميرسي ليك من توما وشكرا بزاف. نخليكم خالتي. ساعة بزاف عليكم. خليكم تروحوا تقضيو شغالاتكم. ربي ان شاء الله تكملوا نهاركم زين. بون ابخي ميدي ولا على بروشين فيديو ان شاء الله. تهلاو في رواحكم في صحتكم وفي ولادكم وفي اهاليكم. هذا واش نقول لكم حبيباتي. غرو بيزو ليكم كاملين.